السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الرابع في درس جديد. النهاردة إن شاء الله نتعلم مع بعض إزاي نعمل تكوين مسطح باستخدام الأعواد الخشبية والشرائح الخشبية المتوفرة عندنا. أول حاجة أنا هجيب الأعواد دي 6 أو 7 أعواد كده وأثبتهم مع بعض بشكل مستقيم، دي أول خطوة. ده كده شكلهم بعد ما ثبتهم مع بعض، أصبح عبارة عن شريحة. الشريحة دي هبدأ أقطعها مربعات دلوقتي عشان أشكل بيها برواز أو إطار خشبي. هحتاج كمان الأعواد الخشبية الملونة، هحتاج منشار صغير، ممكن أحتاج المقص، أحتاج المواد اللاصقة اللي أنا هستخدمها لإنتاج العمل النهاردة، ممكن أحتاج قطعة كرتون. يلا بينا نبدأ درس النهاردة. هشوف عرض الأعواد مع بعض تقريبا 3 سنتي أكتر 2 ملي بس، وهبدأ أعلم نفس العلامات بالعرض. كده بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده إن أنا هبدأ في تقطيع المربعات، وهحرص إن هي تكون كلها نفس المقاس والطول والعرض. بعدين جبت قطعة الفوم دي او قطعة كرتون حسب ما يتوفر عندي، وجبت مجموعة من الاعواد، اخترت اللونين كده وهبدأ اثبتهم في المنتصف. ده هيبقى شكل البرواز من الداخل. بالشكل ده كده. وبعدين هبدأ الأجزاء اللي أنا كنت بقطعها قبل شوية، هبدأ أثبتها في الأطراف عشان أكون استخدمت الأخشاب في عمل تكوين مسطح أو زخرفة مسطحة. هبدأ بقى أثبتهم كإطار، ولكن فايدة القص إن أنا هعمل مرة الخطوط طولية ومرة عرضية عشان تديني شكل جمالي. أراعي حتة الترتيب منساش، مرة بالطول ومرة بالعرض. وبكده اكون وصلت للشكل النهائي، اقدر اكتب فيه اسمي او اثبت فيه رسمة او ان انا استخدمه في رسم منظر بسيط على الاخشاب او اي شكل عندي مجسم بسيط زي كده اقدر اثبته في المنتصف. وبكده اكون قدرت اعمل تكوين جمالي مسطح بالاخشاب والاعواد الخشبية. ده كان درس النهاردة، اتمنى اكون قدرت اوصل الفكرة، واتمنى يكون درس سهل عليكم. مستنون ان شاء الله في فكرة جديدة ودرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.